الزيارة كان في إطار جلسة أخوية ولمناقشة بعض المسائل الأمنية في الحدود، لأن أنتوا لاحظتوا قبل شهر وجاي كان في انفلاتات أمنية في منطقة الحدود اللي بيربط كردفان وبحر الغزال واللي بيربط كردفان ومناطق بتاعت الباند الوحدة، ودي دايما بتحصل عندنا في بداية الخريف بكون في انفلاتات أمنية في الحدود. حصل في البقر من المسيرية اتنهبت من المفلتين من جنوب السودان، وبرضو في بقر وفي أرواح اتكتلت في الحدود. نحن القصة ده عمل لنا إزعاج وبقى مشكلة أمنية بين البلدين، فنحن قررنا الليلة في جلسة نحن قعدنا فيه مع سيد الرئيس برهان، اتفقنا إن احنا نكون اللجان على مستوى بتاع دولتين جمهورية جنوب السودان والسودان، أساسين نقوم نعمل لجنة تحضيرية عشان نقوم مؤتمر في خلال شهر يونيو الجاي. نحن نتمنى انه علاقه السودان وجنوب السودان يستمر بنفسه ولاحسن حالات عشان نحن بالدولتين نستفيد اقتصاديا.